أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. الوسايد نجم الليل معانا كان زعم الديوان خليه عليه بس بقول وياك عنده ولا يرجع وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
صفاي يعني صفاي الجيل فهوية سكرة دا قاعدين كي شغل في الخيمة نسيت اليمنى ومشيت
قرا لي حاجات سجل القطعه سجل القطعه غافك ديالها وخرافيه الناس كما واحد سجل نشوف الفاش كان هذا واحد المعطى مكتوب اساسا محمس والله تكتب اساسا هي جايبه جايبه 50 وهيبني في دار ويحوز 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 المتسكة كيف تعرف يعني ما تكون تسعس الناس حيث كيفاش لو هو ما تحكم ما هبتوش في الرشاش من نهار 22 ماي بالفلوس بالفلوس ايش قالوا لي بيت فهم مش ما عندهمش اختار مش مقدر عليه مش مقدر عليه تدفع لشي يعني صاحبه هم يكمل